حقيقة كلنا بقينا بنشوف الاهتمام الكبير بذوي الهمم في كل المجالات، لو بنتكلم عن التعليم والمجالات الثقافية والمجالات الرياضية، خصوصا الحقيقة انهم دايما بيثبتوا انهم ذوي القدرات الكبيرة جدا جدا، بيقدروا يحققوا نتائج مبهرة للجميع، عندهم احلام بتقابلهم تحديات، لكن الحقيقة انه في النهاية بيقدروا يوصلوا ويحققوا احلامهم دي. النهارده معانا في الحلقه نموذج لباحث مصري من ذوي البصيره استطاع انه يتفوق ويحصل على درجه الماجستير في جامعه سوهاج. رسالته كان عنوانها احكام العبادات المتعلقه بذوي الهمم، وهو الباحث احمد كامل، هو دلوقتي موجود معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم، ويعني مبروك الرساله، وعايز اعرف ليه اخترت الموضوع ده على وجه التحديد علشان تناقشوا فيه الرساله. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك يا استاذه هدير، وازي حضرتك يا استاذ مصطفى، واهلا باسره صباح الخير يا مصر، اهلا وسهلا، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك. هو العنوان المقاصد الشرعيه لاحكام العبادات المتعلقه بذوي الاحتياجات الخاصه. العنوان نابع من يعني عشان انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، فحبيت ان انا اختار الموضوع ده، وكان بترشيح من دكتور محمود فراج من قسم دراسات الاسلاميه. صراحة يعني هو اللي اقترح العنوان ده، بصراحة يعني بشكره من خلالكم، وبشكر جميع القسم الدراسات الإسلامية وجامعة سوهاج وكلية الآداب، بشكر رئيس الجامعة على اهتمامه، رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبد الخالق، وبشكر نائب الرئيس صراحة، وبشكر لجنة الإشراف ولجنة المناقشة. صحيح. عايزين نعرف منك يعني بدأت تجهز ليها هذه الرسالة من إمتى؟ وهل في مناسبة كانت يعني ليها علاقة باختيار الرسالة دي تحديدا؟ والله يعني أنا بعد ما خلصت تمهيدي ماجستير بدأت أجهز الموضوع ده، بصراحة يعني حبيت إن أنا أربطه بالتخفيف عن ذوي الاحتياجات الخاصة في العبادات. بس والله يعني بدأت أجهز من خلال كده، يعني اجتهدت والحمد لله، يعني الموضوع ما خدش الرساله ما خدتش غير سنه بس. كويس جدا، كويس جدا. طب الحقيقه انه اكتر حاجه بتوقف الناس في النص هي التحديات، تخليهم ما يكملوش. ايه التحديات اللي واجهت حضرتك وازاي تغلبت عليها؟ والله يعني اكتر حاجه تحديات اللي هي يعني مثلا المراجع، معظم المراجع او الابحاث كلها بي دي اف صور، الواحد ما يعني مش هيعرف يقراها طبعا عشان كفيف، لكن في دلوقتي برامج التقنيه المساعده بتساعد الكلام ده، يعني بتحول من بي دي اف الوورد. الوورد بالنسبه لنا في برامج ناطق بتساعد بتقراها. طيب بصفتك احد يعني الباحثين من ذوي الهمم ومن ذوي البصيره اللي قدروا ان هم ياخدوا ماجستير، ودي حاجه مش كتيره واحنا عارفين كده، بتنصح ايه من اقرانك؟ بتقول لهم ايه؟ يعني مش بس على المستوى النفسي، كمان على مستوى الفاسيلتيز او يعني زي برامج البي دي اف اللي حضرتك قلتها، زي تقول ايه؟ يعني بقول لهم ما فيش مستحيل، يعني كل حاجه بسيطه وسهله، بس اهم حاجه الواحد يكون عنده عزيمه وعنده همه، وكل حاجه ان شاء الله هتيجي. يعني والله الموضوع يعني بسيط خالص، بس اهم حاجه الواحد يكون عنده اهتمام. اهم حاجه يعني يكون ما فيش مستحيل معاه خالص، وما فيش ما تخليش حاجه توقفه خالص. طب بالنسبه للتسهيلات التكنولوجيه اللي دلوقتي متقدمه وما كانتش متقدمه قبل كده، توصفها ازاي؟ التسهيلات التكنولوجيه يا استاذ احمد. يعني هو يعني ممكن انا بقول لك في برنامج اسمه الانفيجن، وفي برنامج اسمه انستنيدر، ده برنامج كويس خالص بيحول المراجع من بي دي اف الوورد يعني صراحه. طيب عايز اسال حضرتك عن الخطوه الجايه، هل انت مثلا بتفكر انك تحضر دكتوراه؟ فكرت في مواضيع ما لو فعلا هتحضر؟ والله يعني اولا يعني ان شاء الله، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله فرصه شغل، يعني نداء عاجل للسيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والساده المسؤولين، يعني يا ريت يكون في فرصه شغل، يعني معلش هو عايزين نستفيد برضه الواحد عشان يجي يعني يشتغل، وبعد كده ان شاء الله. بس انا الهدف الرئيس طبعا ان انا اقدم دكتوراه، طبعا ان شاء الله اسجل في الدكتوراه باذن الله، يعني اخلص اجراءات المنح في حياة حضرتك، يعني منح الماجستير ده اجراءات روتينيه.
بس وبعد كده ان شاء الله هسجل دكتوراه باذن الله على طول، يعني دايما خلاص ما فيش وقت يعني. بكل تاكيد كمان البلد تستفيد من خبرات حضراتكم. يا رب يا رب ان شاء الله. وبكرر ثاني بشكر لجنه الاشراف ولجنه المناقشه الدكتور خالد فؤاد، بشكر شكرا جزيلا، وبشكر الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم، بشكر الدكتور امل عوض والدكتور ابراهيم رشاد صبري، وبشكر كل يعني كل من ساهم وكل من احاطني برعايته، بشكر امي وابويا واخواتي، بشكرهم والله شكرا جزيلا وجزاهم الله عني خير الجزاء يعني صراحه. صحيح صحيح، شكرا لك الباحث احمد كامل، نورتنا وشرفتنا، وبالتاكيد بنضم صوتنا لصوتك لو احمد بيحتاج وظيفه واحنا يعني اتكلمنا في حاجه زي كده على الهواء ما فيش اي مشاكل، لو احمد عنده فعلا سمات تختلف عن الاخرين فاحنا نستفيد من ده ونطوره ونكبره، واعتقد ان ده شيء مناسب. مهم جدا مساله كمان الاهتمام الاسري بذوي الاحتياجات الخاصه، لانه ده بيفرق جدا. اي حد فيهم بينجح وبيوصل لحلم دايما تلاقيه بيتكلم عن والدته وعن والده وعن اخواته، الناس اللي وقفت جنبه وساندته وساعدته ان هو يقدر يحقق حلمه. فلكل اهالينا اللي عندهم طفل من ذوي القدرات الخاصه لازم تهتم بيهم، ما اعتقدش خلاص ان لسه في حد بيخبيهم او بيخجل منهم او مش بيعرف يتعامل، لانه بقى في مؤسسات في الدوله بتهتم بذوي القدرات الخاصه، تهتم بتاهيلهم بدمجهم. صحيح. بانهم ياخدوا حقهم الطبيعي في الحياه ونشوفهم منفخر بيهم. عدد الاسر دي كام كمان؟ يعني اخر احصائيه بتقول من 12 ل 15 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصه في مصر، تخيلي اهاليهم قد ايه؟ يعني شوفي حضرتي الرقم ده بقى في كم اخ، في كم اب، في كم ام، في كم، فلا نسبه كبيره جدا لو من 15، لو 15 مليون، يعني لو احنا قلنا ان احنا مثلا 100 مليون يعني 15% من الشعب المصري ده هم من ذوي الاعاقه، تخيل الاهل دول على قد ايه.